السلام عليكم ليزيكيب الزول ولا النزول، ان شاء الله تكونوا بخير. هذا الفيديو التحفيزي الاولاني في السنه الجديده هذه. الفيديو الاولاني يا ترى على من راح يكون؟ وشني النصيحه اللي يقولها الاستاذ خالد حماش للتلاميذ في البدايه؟ دائما نركز في بدايه السنه مع التلاميذ جدد على اهميه الوقت، وفضلت نصوتي هذا المحور هدايا ولا هذا الموضوع على اهميه الوقت الى ما هو اهم منه، كيف اتحكم في الوقت، كيفاش ننظم وقتي. خاطرش نظن باللي اهميه الوقت كامل الناس يعرفوا قيمته، ما يخفاش عليك يا جماعه باللي كامل الناس اللي طلعوا راح يجوزوا الباك عندهم النيفو وعندهم المستوى باش يجيبوه. خاطرش التلاميذ اللي ضعاف ما عندوش المستوى العلمي راه ما لحقوش للباكالوريا. ما دام لحقت للباكالوريا معناتها عندك الامكانيات باش تتجاوز هذه العقبه هذه، عندك الامكانيات باش تجوز الى المرحله القادمه ان شاء الله بنجاح اللي هي مرحله الجامعه. بصح اذا واحد منا ما حققش الطموح ديالو والهدف ديالو، ماشي معناتها ما عندوش نيفو، ما لازمش يدخل في الشك باللي هو ما عندوش مستوى والناس عندهم مستوى، ابدا. اذا ما لحقش معناها ما عرفش يتحكم في الوقت، ما عرفش يستغل الوقت ديالو، ما نظمش روحه، ما بذلش الجهد الكافي. خاطش من داك الانسان يتحفز هكا يقول لك خلاص انا تحفزت انا حاب نقرا خلاص، او بدا يقرا يبدا غير يخلط، قرا ماده اساسيه ومن بعد ماده ثانويه ومن بعد يقرا ماده ويزيد يبدل يفتح كراس يغلق كراس. هنا التلميذ يبدا يضيع. واش نقولوا هنا؟ التلميذ يحتاج الى تحفيز. هنا لا، ما يحتاج الى تحفيز، هو محفز او عنده رغبه، تيجي الباك في حد ذاته يجري العجايز، صح ولا لا؟ لا، ولكن نقولوا التلميذ هذا يحتاج الى تنظيم. على بيه الفيديو تاع اليوم بزاف مهمه، خاصه التلاميذ هذوك الفوضويين، هذوك اصحاب الفوضى الخلاقه، هذاك اللي يدخل الشومبره تاعو تلقى ورقة طايرة من كراس طاير من الحالة مخروبة. هادوك لازم يتبعوا هاد الفيديو هادي باش يعرف ينظم روحه ويعرف يتحكم في الوقت ديالو. جماعة الوقت ضيق يوسعه التنظيم، هذا هو الشعار تاع الفيديو هدايا، وهاد العبارة اللي كتبتها في الكتاب تاعي هذاك أنت لا تصلح الفشل، كتاب الصفر هذاك تاع التوجيه الدراسي، مفيد بزاف الناس اللي حبت تتعلم كيفاش تقرأ كيفاش تنظم وقتها. هاشتاغ، هيا هاشتاغ، هذا هو الهاشتاغ تاع اليوم، الوقت ضيق يوسعه التنظيم. بصح التلميذ تاع البكالوريا ما عندوش الوقت، كاين ضيق في الوقت. اذا راك حاب تلقى وقت باش تقرا وباش تحسن من مستواك خاصه في المواد الاساسيه، واش لازم عليك؟ لازم عليك تنظم. الفيديو تاع اليوم يهضر كيف انظم، كيفاش التلميذ ينظم ببساطة وباختصار، ما لازمش نعقدوا الأمور. باش تنظم لازم لك برنامج يومي، أو نقولوا تسموه برنامج أسبوعي، معناتها لازم لك بروغرام تمشي عليه. وكي نقولوا بروغرام، على بالي بلي التلاميذ نافيغاو بزاف لي بروغرام أغوش يا دروات، يروحوا يشوفوا في الفيسبوك يدير كابتور ديكرون، بعد يلقى كاش بروغرام هكذايا في انستغرام يجي يدير عليه كابتور ديكرون، وبعدين يلقى كاش فيديو هكا فيها عناوين براقة وطنانة ورنانة بأفضل برنامج وأعظم برنامج، يدخل يتبع. واش يلقى روحه؟ يلقى روحه مشوش، يلقى روحه يطبق على روحه برامج ما تنسجمش مع مستواه ومع وقته ومع حالته الاجتماعية. لأن أنا صراحة ضد البرامج الجاهزة، معناتها مانيش راح ندير فيديو راح ندير لك برنامج جاهز، راني راح ندير فيديو باش نعلم لك دير برنامج، نعلم لك أنت تنظم وقتك. هاو الفرق بين البرمجة تاعي وربما البرامج اللي راح تلقاوها يمينا وشمالا. خلاص ليكيب، معناتها هنا في هذا الفيديو راح تتعلم دير برنامج، وكي تتعلم دير برنامج تقدر برنامج ليك، تقدر دير برنامج لاصحابك، وتقدر دير برنامج لنفسك مستقبلا ان شاء الله في الجامعه. في كل حاله تاع دراسه تكون فيها تقدر تنظم وقتك، راح نعلم لك تولي انسان منظم، صح؟ كيفاش الانسان يبرمج روحه؟ كيفاش ينظم روحه؟ اول حاجه يكتب في صفحه هكذا في ورقه، ومن بعد كي تكمل زيد ستيكيه هكذا في ورق مقوى كخبيه، ولا في ورقه علقها في الفريجيدار، علقها في الشومبره تاعك اون فاس، علقها هنايا، المهم ديرها في التليفون باش ما تنساش البرنامج تاعك. واش دير فيه؟ دير فيه ايام الاسبوع. شحال كاين ايام الاسبوع؟ ما تخبوش عليا، شحال؟ سبعه يا اخي.
باش نبداو بالاحد. علاش؟ خاطر الاسبوع في الجزائر يبدا بالحد، خاطر عندنا حنايا في الجزائر الجمعه والسبت ويكند، هذا يسموه ويكند الجيريا، ما اكزيستي في حتى بلاد. كاين بلدان عندهم السبت والحد، وكاين بلدان اللي عندهم الجمعه والخميس، وحنا عندنا الجمعه والسبت ويكند دي زاد. هذا اسمه الويكند، جمعه والسبت، الاحد، الاثنين، ثلاثه، الاربعاء، الخميس، هذه هي ايام الاسبوع. خلينا الويكند مع الاخر لانه مهم جدا في الاستدراك. الانسان زعما يقراش معنا ومن بعد نهار قرا نهار ما قراش، نهار توفق نهار ما توفقش، الويكند فيه بزاف الوقت. هذاك هو الوقت اللي حيستغلوه زعما باش يستدرك ما فاته. ومن بعد هنا واش نديروا جماعه؟ حنا نديروا الساعات تاع اليوم. علاش نديروا ساعات تاع اليوم؟ راح نحوسوا على اوقات الفراغ. الهدف تاعنا احنا ننظموا الوقت. واش من الوقت ننظموا؟ ننظموا وقت الفراغ، خاطر الوقت اللي يكون فيه الانسان مشغول، المشغول لا يشغل. انتك مشغول بحاجه نخليك مشغول، ومن بعد غير تكمل شغلك اروح لهنا نسحقك روح تقرا. هكا هو البرمجه تاعي مديوره. اول حاجه يديرها الانسان شنو جماعه؟ حددوا لي كش ساعه تقدروا تنوضوا فيها، مثلا السادسه صباحا، ستة تاع الصباح زعما حتى للسبعة تاع الصباح. هل يمكن للتلميذ ان يستغل هذه الساعه؟ انا مانيش نجبر فيك، مانيش ندير لك نوض على 16، تلفق بين برمجة تاعي وتاع غيري، راني نسيي نخليك انت ديسيدي، انت تشوف وقتك. علاش؟ خاطر كاين تلميذ ديجا وينوض على 6 ويخرج يروح يقرا، والمسافه بعيده يضيع بزاف وقت. لما تقول له انت نوض على 6 ما درت له والو. ولكن المبدا تاعي وشنو هو؟ راني نحوس على حصة صباحية مخصصة للحفظ. أنا مدبيا نتمنى لو كان إنسان يدير حصة حفظ صباح، غير ينوض من عاس من رقاد واش يدير حفظ من الجمعة والسبت. شو تولي سجية طبيعة حصة حفظ، كل ما ينوض صباح ربي ينوض يحفظ. يا لو كان 30 دقيقة، استعمل 30 دقيقة ما عليش يا سيدي. مثلا نعطيك مثال، انت يا موالف تنوض على 7 تاع الصباح تخرج نوض على 6 ونص، زيد نص ساعه برك. انت موالف تنوض على 6 ونص باش تبدا توجد روحك تخرج نوض على 6، وما نقدرش نقول لك اكثر. علاش؟ خاطر اكثر تقدر تولي متعبه. وكنقول لك 5 ونص وما نعرفش العادات ديالك، بصح يقدر يجيني التلميذ يقول لي يا شيخ انا موالف نوض مثلا، موالف يصلي الفجر، ولا موالف ينوض بكري، ولا عنده سجيه ينوض بكري الاز. هذاك نقدر نقولوا زيد بذل جهد، مادام الجسد تاعك متعود ماشي مشكله. اما اللي ماشي موالف بالاستيقاظ باكرا واش يدير؟ بالنص ساعه. موالف ينوض على 7 يزيد نص ساعه ويثبت عليها. نص ساعه هذيك فيها البركه ما تحقرهاش، نص ساعه يثبت عليها شهر شهر ونصف، غير يلقى روحه بلي الجسد تاعو تعود عليها. واش يزيد؟ يبدا يزيد نص ساعه. وهكذا من ما يقرب البكالوريا تكون اكتسبت عاده سليمه ورائعه تاع الاستيقاظ باكرا من اجل الحفظ. وشفت الحفظ خليته مجهول، ما قلتلكش تاريخ جغرافيا ولا جماعه الجيستيون قانون واقتصاد ولا شريعه اسلاميه، لا، ولا علوم، جماعه العلميين يحفظوا العلوم. هذا قلت حصه حفظ، ومن بعد نفصلوها واش من الحفظ كيفاش واش من الماده. هذاك اخر حاجه نحطوا المواد. لازم تفهم كيفاش تنظم روحك واش دير، ومع كي تفهم ساهل باش تحط المواد واش من المواد تحطهم. بعدها يبدا اليوم تاع الانسان. اليوم العادي تاع الانسان من 8 حتى للخمسة مشغول محكوم، خاطش علاش؟ نحاولنا نظام التفويج، رانا نقراو في الثانويات نورمال، في العاده على بالي بلي كاين اللي خدام. المهم هذا الوقت راح نفاصيه، انا ما يهمنيش عباك. علاه؟ لان هذا ماهوش وقت فراغ، هذا ماهوش وقت فراغ. وانا في الفيديو تاعي الهدف تاعي نحوس على وقت الفراغ حتى نستغل وقت الفراغ. ونتايا في عوض ما تقعد تفاصي كيما راني ندير هنايا، اكتب البرنامج تاعك تاع الثانويه، واللي يخدم يدير عمل، واللي عنده لافاك يكتب لافاك، اللي عنده يقرا ستاج. المهم هذا وقت مشغول فيه. النصيحه الوحيده اللي نقول لك جماعه، من 8 ل 5 هذا وقت طويل جدا، ما تسمحش فيه، عفوا ما تخليش يروح. سيد تستغل هذا الوقت. مثلا اذا انت كنت تقرا من 8 ل 5 بصح ماشي 100%، عندك ساعات فراغ، هذوك ساعات الفراغ ما طلعشيش، خبش، كون خباش انت كون اجمل.
اذا كنت زعما تخدم خدمه وهذيك الخدمه فيها بزاف الفراغ، تقعد في بيرو هكذايا يجوك دو تروا كليون في النهار ولا زوج ثلاثه خدمات في النهار تقعد فارغ، واش دير؟ كل راس ويلا حفظ تمارين مراجعه يوتيوب قدامك بي سي ولا تليفون ولا طابلات فاصيتها بصح قلبي يوجع. علاش؟ خاطر بزاف تمسوايع في النهار احترميهم لي في لابوبال. ماذا بيا لو كان هاد الساعات هادو ما نشوفك تقرا، معناتها ماشي غير فاصيتها تقول خلاص انا سمحت لك. اما الناس اللي عندها الوقت وتقدر تستغل هذا الوقت هذا في الاستعداد للبكالوريا فور روعه. علاش؟ خاطر راح يقرا لي اليز، راح يقرا متهني، راح يقرا اثناء النهار. بصح التلميذ اللي يجوز يوم كامل برا سواء في العمل ولا في الثانويه يجي متعب، واش يبقى له؟ يبقى له غير فان جورني والويكند. انا هذا البرنامج تاع اليوم راني حنبرمج الناس اللي يقراو في الثانويه والناس اللي مشغولين برا يوم كامل، هكا حنفترض. بصح اذا الناس اللي عندهم وقت اثناء هنايا يفهموا واش راني ندير ويزيد حصص فقط، معناتها يزيد هنا هذا الفراغ هذا زيد فيه حصص اضافيه خاصه المواد الاساسيه، زيد حصص اضافيه ما راح يتغير شيء. كي تدخل للدار واش ندير؟ نخلي لك شويه وقت باش ترتاح، زعما نقولوا الستة ونص. اذا شت روحك باللي ما تقدرش تلحق على الستة ونص ولا زيد شويه بصح ما ديباسيش السبعة. اذا كنت تلحق شويه بكري زعما الخمسة ونص تكون في الدار بزاف ياسر، نص ساعة تاع راحة فقط. الستة ونص ها هذه فترة راحة نفاصيوها ماشي مشكل، ونبداو نقراو. السؤال المطروح، شحال تقدر تقرا ايها التلميذ الخباش الشجاع؟ شحال تقدر تخبش لي في النهار مر ما تدخل للدار وترتاح؟ من ستة ونص حتى للسبعة ونص ساعة، حتى لثمانية ونص زود سوايع، حتى لتسعة ونص تلت سوايع، حتى لعشرة ونص أربع ساعات. هذا معدل جيد صراحة. وكي نقولوا زعما تحبس نص ساعة تتعشى ولا لا بأس، إذا تقدر تتعشى مر ما تكمل هذا رأي صواب يظهر لي. علاش؟ خاطر الإنسان كي ياكل يتعب ويحب يرقد ويتقال، معناتها من الأفضل أنك تخلي العشاء مع الأخر ولا تقدر دير بوز صغيرة في وسطها للعشاء، ولكن أربع ساعات هو معدل جيد. نقول للتلميذ اللي راهو مشغول يوم كامل برا ويتعب برا 8 ساعات، إذا دخلت للدار وقدرت تزيد تقرا ربع ساعات فرضى على نفسك، كن فرحان. ولكن واش نحذرك؟ نحذرك من انك تبالغ في السهر. شفت العشرة ونص انا واش درت؟ علاش؟ خاطر راني نطلب من التلميذ ينوض بكري على 6 ونص 6 تاع الصباح، احسبوا لنا ليكيب وكنت تحبس على 10 ونص وترقد على 11، شحال يبقى لك من ساعات تاعنا؟ 12 ل 1 2 3 4 5 6 7 ساعات. 7 ساعات هو معدل نوم جيد، معناتها هذا البروغرام اللي انا نديرو ماشي قوي بزاف، هو تاع بدايه السنه والتلميذ يقدر له، ماهوش زعما معجزه ولا ماشي بروغرام تاع نهايه السنه، خاطر برنامج تاع نهايه السنه راح نشوفوا حاجه واحده اخرى. برنامج معتدل متوازن من داك تزيد عليه شويه معليش. بصح لو كنت بالغ في السهر تسهر حتى 12 ونص الوحده راح يدور عليك، خاطر هذاك السهر راح يخليك ما توليش من با تقدر تسهر حتى لتسعه من بعد، تولي غير تدخل للدار تراطي بزاف حصص، غير تدخل للدار تلقى روحك عيان، تجي تقعد فوق الطابله ما تقدرش تركز، تقعد تشوف شويه كونيكسيون هكذايا وتروح ترقد. معناها انا نحذرك من السهر من بدايه السنه، نحي لي الطبيعه هذه تاع السهر، نفضل تنوض بكري ولا تسهر بزاف. 10 ونص تحبس القرايه، 11 ارقد. اذا تقدر ترقد على 10 ونص تحبس ترقد ديريكت هذا افضل. كل ما ترقد بكري كل ما مليح للصحه تاعك وكل ما مليح للثبات والاستمرار لونديورونس. كل واحد سبورتيف يكون قوي جسديا يقدر يريزيستي. بعدها واش عندنا هنايا؟ هذه هي ساعات الدراسه. واش نديروا فيها هذه ساعات الدراسه؟ دوك نكتب لكم هنا على اليمين التنظيم اللي انا حابو ليكم نتوما باش تكونوا منظمين. شوفوا جماعه كل شعبة تسجل لي على اليمين المواد الأساسية والمواد الثانوية. على بالكم علاش جماعة؟ خاطرش مانيش احنا عامل المواد الأساسية كيما المواد الثانوية ونظن بلي هذا شيء منطقي. ما نتعاملوش المواد الأساسية كيما المواد الثانوية.
مثلا مثلوا بشعبة علمي لأنهم الأغلبية، أغلبية هما الأغلبية الساحقة، أكثر من 50% من تلاميذ علمي. شكون هي المواد الأساسية؟ علوم، رياضيات، فيزياء، والمواد الثانوية بقية المواد. صح، علاش قسمتها هكذا؟ لأن واش نقول لك، كل يوم راح نديروا مادة أساسية ومادة ثانوية لا أكثر، هذا هو البرنامج تاعي. راح نخير في كل يوم مادة أساسية ومادة ثانوية ما عدا نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع عندي بزاف الوقت، نقدر ندير، نقدر ماشي سير، مادتين أساسيتين زائد مادة ثانوية. واش يلاحظ التلميذ؟ راني ضد أني نكثر بزاف المواد في يوم واحد. لو كان ندير بزاف مواد، ثلاثة مواد في اليوم، راك ما تستفادش. علاش؟ خاطش انت عندك ربع سوايع تقرا لي شويه فرونسي، شويه انجلي، شويه رياضيات، هذيك تاع شويه 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 ما دير والو، تشم الريحه تاع القرايه، تفتح كراس تشم الريحه تاع الماط وتجي رايح، ما تفتح الفرونسي تشم الريحه تاع الفرونسي وتروح، ما كح تقرا والو. غدو ان شاء الله كي تجي تراجع راك تعاود تولي للزيرو، تلقى روحك ما استفدتش. لازم لنا الاستغراق في العلم ماشي في النوم، لازم الاستغراق في القرايه، لازم تدخل، لازم تتوغل في القراية مليح. وإذا حلات لك شتكي ما تحكم مادة، وش هنديرو؟ مادة أساسية فيها ثلاث سوايع ومادة ثانوية فيها ساعة. هذيك المادة الأساسية مشي نقولها لك، انت دبر راسك. مثلا تقدر تراعي وش عندك في الليسي في الثانوية باش تسويفي باش تتبع، كما تقدر تدير برنامج حر. احنا نديرو هكا ترتيب هكا عشوائي، علوم بعد رياضيات بعد فيزياء، ومن بعد واش نديرو؟ نعاودو علوم رياضيات فيزياء. لاحظت؟ بعدها واش نديرو؟ نديرو مواد ثانوية باش ما نهملوهمش، نقراوهم مرة في الأسبوع سويعة خير من والو، تكفي، المفروض تكفي. شكون هي المواد الثانوية؟ فرنسية، عربية نبدا بروحي، إسلامية، تاريخ، ليكيب تاريخ وجغرافيا ديرهم مواد مستقلة خاطش فيهم الحفيظة. إذا شترك أفونسي فيها لا لا نقص. واش كاين تاني ليك؟ فلسفة. نظن قلت كامل المواد، خاص غير سبور. اللغات كاين ثلاثة، خاصة إنجليزية. ها إنجليزية هنا. هذا التقسيم، هذا المواد هذا ماشي بالضرورة تحافظ عليه هكذا، المهم تحافظ على المبدأ. وشنو هو المبدأ؟ تقرأ مادة أساسية ومادة ثانوية على الأكثر. كي تحلالك مع المادة الأساسية نحي المادة الثانوية من طريق، كمل معها. إذا الوقت ما كفاك في ثلاث سوايع، خاطش علاش؟ ما لازمش تحتارم ثلاث سوايع سوا سوا، ما على باليش أنا اسكو تكفي ولا ما تكفيش، ولكن هو الحد الأدنى. إذا شت روحك مع المات لازم تزيد زيد حتى ترقد، إذا كنت تقرأ في الفيزيك وكنت لازم تزيد زيد حتى ترقد. المادة الأساسية تاعك مثلا هنا لي جيستيون يديروا محاسبة، رياضيات، أدب، فلسفة، واش يديروا؟ فلسفة عربية، لغات أجنبية، هنا واش يديروا؟ فرنسية، إنجليزية، عربية، ولغة ثالثة. كل واحد يحكم المواد الأساسية تاعو ويعطي لها حقها، يستغرق فيها، يفصلها، يشوف كاع الافكار اللي فيها، يحل بزاف تمارين، يشوف مواضيع الباكالوريا. ضروري جدا هذا، هذا الشيء ضروري، لازم تستغرق في المواد الاساسيه. بصح لو كان دير لي بزاف مواد راك ما تقرا والو. قلت انايا معناها التلميذ واش حيقرا؟ يا ماده اساسيه في النهار، يا ماده اساسيه ومع ماده خفيفه، ماده ثانويه، خاطش يكون في نهايه اليوم متعب، يا ربي راجع شويه شريعه، شويه تاريخ جغرافيا، شويه حوايج سهلين هكذايا ويرقد. بعدها عندنا الويكاند، عندنا نهاية الأسبوع، شنو نديرو به؟ شوفوا جماعة خليكم تشوفوا، عندنا الوقت. أحسبوا لي شحال راني داير علوم، ها واحد زوج، رياضيات واحد زوج، فيزياء واحد زوج، ديجا هذه هي طاحت لنا بالجمعة. واش لازم؟ لازم تصيح لنا حصة ثالثة للمواد الأساسية. واش ندير جمعة صباح؟ جماعة كاين جمعة صباح يدير لي كور دروس الدعم، نحيهم فاصيهم كيما هكذا. على بالي زعما كاين اللي يدير دروس دعم، بصح مش كيتش جمعه وسبت كامل دعم. زيد دير علوم، رياضيات، والسبت فيزياء في وقت ما. دوك انت على بالك وين؟
اسكو السبت صباح عندك الوقت ولا السبت عشيه؟ دبر راسك. اسكو عندك الوقت جمعه صباح ولا جمعه عشيه ولا ما عندكش كاع الوقت؟ دبر راسك. المهم لازم يبقى لك وقت في نهايه الاسبوع حتى تزيد الحصه هاي لك الثالثه. عمليه حسابيه بسيطه جماعه، شحال طحنا على الاقل اضعف الايمان التلميذ راح يقرا لي 9 ساعات في الماده الاساسيه تاعو في الاسبوع على الاقل، نورمالمون اكثر. زعما هذا هو الريتم المتوسط، 9 ساعات في المواد الاساسيه في الاسبوع. والمواد الثانويه يقراها ساعه واحده في الاسبوع وربما من ذاك ما يقراهاش، لانه هذا الحد الادنى حيجي وقت في البرنامج تاعو راح يزيد الحجم الساعي تاع المواد الثانويه، معناتها ما حش يبقى هكا نهايه العام، راح يجي وقت وين المواد الثانويه نعطوا لها قيمه اكثر. هذيك الساعه يراجع الدروس تاعو، يحفظ واش قراهم، يلخص يحفظ، يحل شويه تمارين ماده ثانويه يكفي لا باس، على الاقل هو يطلع عليها ماهوش ديباسي. اما المواد الاساسيه لازم له يستغرق فيها، كل ماده اساسيه عنده فيها 9 ساعات على الاقل او 10 ساعات، وهذا معدل جيد. ومن بعد هذه الحصه تاع الحفظ هذه تاع الصباح وشنو ما حددتهاش، خليتها حصه حره من جميع ماده فيها حفظ يخليها للصبح. مثلا علوم، العلوم مش ماده تاع حفظ بصح فيها الحفيظه بزاف. العلوم مبنية الشرط الأساسي اللبناني ديالها لازم يكون عندك كامل المعطيات، لأنها مادة تعتمد على التحليل، وتحلل ماذا يا صديقي إذا ما عندكش المعطيات؟ تحلل المجهول، لازم تحلل المعطيات، كامل المعطيات يكون عندك. ولهذا اللي يحب ينجح في العلوم يا جماعة لازم يكون حافظ كلش، ما يخبوش عليكم وما يكذبوش عليكم. العلوم لازم تكون حافظ كلش، هذه هي نقطة الانطلاقة، ماشي معناتها راك حافظ كلش معناتها راك حتجيب مليح، راك حافظ كلش معناتها راك حتكتسب لغة علمية دقيقة، ومعناتها التحليل تاعك راح يكون منطقي، حل شوية تمارين باش تعلم لا لوجيك ديالها وتولي تجيب 19 و20 بإذن الله. بصح العلوم فيها حفيظة، الرياضيات شوية فيها شوية قوانين. أسيدي كي كنت راجع كتبت القوانين تاع الدرس ديالك خليها للصباح باش تحفظها مليح. علاش خليتها للصباح؟ لان الحفظ تاع الصباح مبارك، يكون الذهن تاعك فارغ، الناس كاع راقدين، كي تحفظها ما شاء الله راسخه، بخلاف كي تحفظها في نهايه اليوم ما على باليش ولا تشفع عليها ولا لا. راح ندير فيديو اخر مخصص للحفظ، خاطر علاش ما نقدرش نعطي لكم كامل اسرار الحفظ في فيديو تاع اليوم. اليوم راني حايب ننظم وقتي، اني حاب فقط نعلم التلميذ ينظم وقته، وكي يتعلم التلميذ كيفاش راني نخمم انايا يقدر مام هو يزيد يبدع، خاطش يفهم الاسرار تاع التنظيم، يفهم الاسباب علاش درت هكذا. مانيش نقول لك هاو البروغرام وروح طبقوا ولا لا، راني نعطيك الاسرار. كي تفهم الاسرار والعلل تقدر انتايا معايا تتحكم في البرنامج ديالك. مثلا نهار درت تاريخ، نهار درت جغرافيا، نهار درت شريعه، نهار درت علوم، نهار درت شويه عربيه، ما العربيه فيها شويه حفيظه، تعريف، رواد، خصائص، اعراب، ايده، هادو كامل حفيظه. معناها جماعه خلي روحك حر وسجل نفسك، خلي المحفوظات تاعك، خاطر كي تقرا في الليل هو على بالك باللي عندك حفظ ولا لا، كل حصه وخرج لك فيها رصيد ينبغي يحفظ. هذاك الرصيد خبيه غدوه صباح غير تنوض يلا، تخليش كاع تبرد مباشرة تروح تبدأ تحفظ باش تطبق. بهذه الطريقة التلميذ راهو يمشي متوازن، راهو يمشي إيكيليبري، ما راهوش يهمل المواد الثانوية، ما راهوش ينقص من قيمة المواد الأساسية، ما كان حتى حاجة على حساب أخرى. كاين حالات خاصة وشنو هي؟ كي يكون تلميذ ضعيف في مادة وقوي في مواد أخرى، مثلا يجي تلميذ مثلا أو يعاود الباك ما شاء الله جاب مليح في العلوم ولا في الرياضيات ولا في الفيزياء، وحده فيهم عماها وحده فيهم فور، واش يدير؟ هذيك الماده اللي ضمنها ماشي ينحيها، ينحي حصه واحده ويمدها هذيك الماده ضعيفه، واش يولي مثلا اللي ضعيف في الفيزيك تولي له 4 حصص في الفيزيك وزوج حصص في الرياضيات، علاه؟ خاطر جاب 20 في الرياضيات وجاب 12 في الفيزيك ولا 7 ولا باي شحال. الفيزياء تولي ضعف مادة أساسية مليحة، إذا شاف ما يكفيش يزيد يحوس لها وقت إضافي باش ما يخليش الأمور تتراكم عليه. معناها هذا برنامج إلاستيكي فليكسيبل، يجي ستوندار، يجي على كامل الناس، تقدر تجعدو كيما تحب. علاش؟ خاطر قلت بلي راني نحذر وانا ضد البرامج الجاهزه، هذيك اللي تجيك في الانستغرام وفي الفيسبوك وفي اليوتيوب يقول لك اقرا رياضيات وموراها كذا وموراها كذا ونوض في الساعه الفلانيه ورقد الساعه الفلانيه. هذيك البرامج ماشي معناتها غلطه، لا،
ما تنسى ما تندمجش مع معيشتك، ما تندمجش مع شخصيتك، مع قدراتك، مع الواقع ديالك. ولهذا واش حتصرا لو كنطبق هذيك البرامج الجاهزه راح تبدا تجيك هذيك الاراده اليوم الاول الثاني تلقى روحك ما راكش قادر تتبعها. وكيما تقدرش تتبعها بما ان جبتها بمصدر موثوق ما راحش تلوم المصدر ديالك، حتبدا تلوم روحك وتبدا يجيك شعور بالفشل في الداخل الباطن. ما تقولهاش بصح الداخل تقول ايه انا فاشل اليوم ما قريت، وغدو ان شاء الله ايه انا فاشل اليوم تانيك ما قريت. ومن بعدها تقول عن في نفسك، تبدا تجيك نظره على نفسك بلي ما تقدرش، بلي الامر صعيب، بلي امر مستبعد، وبلي انت فاشل وانت لا تصلح للفشل. ولهذا البرنامج تاعك اذا كان ماشي احترافي يقدر يكون هو العدو ديالك وهو المثبط ديالك وهو اللي يفشلك. ولكن برنامج اذا كان واقعي ويندمج على يندمج مع واش راك تعيش واوقات الفراغ ديالك والشعبة ديالك خاصة، باذن الله هذا البرنامج راح يكون ناجح. ليكيب خلوا لي في لي كومونتير المواضيع التوجيهية اللي راكو حابين او حاصلين فيها. انا راني موجد لكم نهضر على طرق الحفظ، طرق المراجعة، خاطش على بالي بلي من هذوما الناس يسحقوهم. معناتها كي قلت لك روح حفظ ما على باليش ولا على تعرف تحفظ، وكي قلت لك روح راجع انا روح اقرا ما على باليش ولا تعرف تراجع ولا تعرف تقرا. معناتها ندخلوا في التفاصيل اكثر. هاد زوج مواضيع انا يبانوا لي مهمين بزاف، استناوهم في الفيديو الجايين. اذا كاين مواضيع اخرى خلونا في لي كومونتير. ابتسم انت لست سجارة.